جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس أم موجود؟ يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس، ولكن كونه يتجمل باللباس أفضل، وإما فالواجب في الصلاة والذي هو شرط لصحتها ستر العورة. ستر العورة وهو ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل. وبعض العلماء يرى وجوب ستر الكتفين أو أحدهما، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. على كل حال الركن الشرط في صحة الصلاة هو ستر العورة، وما زاد عن ذلك فإنه مستحب. ومن ذلك تغطية رأس الرجل، والله أجمل وأحسن. نعم.